يبقى عظة يأخذها الإنسان من هذه الآيات. كلما مر عليك حال تحزن فيها ولا بد أن يمر عليك، فتذكر هذه الآية، تذكر يوم أن يمن الله على عباده الصالحين بأن يدخلوا الجنة، واعلم أنه لا راحة للمؤمن دون لقاء الله، لا راحة للمؤمن حتى يلقى الله. فإذا لقي الله وجعل جسر جهنم وراء ظهره ودخل الجنة زال عنه كل بؤس وحزن، ولا يمكن مهما بلغت فصاحة مفسر أو بلاغة مؤول أن يعرف أو يعبر أو أن يقول عظيم ما يشعر به أهل الجنة إذا دخلوا الجنة. لكن أسأل الله بأحب أسمائه إليه وأقربها زلفى لديه أن يمن علينا وعليكم بأن نقولها بعد عمر طويل وعمل صالح، نكون ممن قال الله فيهم وعنهم وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. هذا الحزن جعله الله في الدنيا ليرفع به الدرجات ويكفر به السيئات. قال الله: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. ورد أن الصديق رضي الله عنه قال هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ألست تحزن؟ ألست تنصب؟ ألست يصيبك اللأواء؟ فهذا ما تجزون به، فهذا ما تجزون به. فالعاقل وكل واحد له طريقان إلى الله: طريق إنعام فحق الله فيها الشكر، وطريق ابتلاء فحق الله فيها الصبر، وبهاتين المطيتين يصل المؤمن إلى رضوان ربه. هذا ما يتعلق بالحزن في الآخرة. قلنا إن الحزن في الدنيا ذكر كثيرا في القرآن، ذكر في قضية الغار: لا تحزن إن الله معنا، ولما فقد يعقوب عليه السلام ابنه الحبيب إليه يوسف قال: كما قال الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كما بالخبر الصحيح لما فقد ابنه إبراهيم قال: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، فلا مفر منه البتة. لكن كما قلنا، من أراد أو أن لا يحزن البتة فليتخذ شيئا لا يفقد، وهذا محال، فلا بد منه شاء الإنسان أم أبى. لكن الإنسان إذا جعل ما بين عينيه لقاء الله تبارك وتعالى هانت عليه الأمور، وهذا مستقى من قول الله جل وعلا لما ذكر الصالحين قال: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. فتذكر الآخرة وما فيها به يعز المؤمن. والإنسان إذا أراد أن يوطن أحدا على مصائب الدهر لا ينفي الحزن بالكلية، فالله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلا يأتي لأحد حديث عهد بموت قريب أو حبيب أو فقد مال فيطالبه بما لا يطاق، لكن خلي العين تدمع قليلا وخلي القلب يحزن قليلا، ثم بعد أن تسكن النفس وتجمد الدمعة ائت لأخيك وعظه. أما أن يأتي الإنسان لمن أصابه حزن فيبين له وهو غير مكلوم كأن الأمر لا بد أن يصمد فيه، هذا صعب أن يطالب فيه كل واحد. إذا كان إمام الصابرين صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه لما فقد ابنه صلوات الله وسلامه عليه، ودمعت أعين متمم بن نويرة وكانت عوراء لما فقد أخاه مالك، وعمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه طلب من متمم أن يقول له شعرا في أخيه زيد لما فقده، وهذا شيء مألوف معروف بين الناس، جبل الخلق عليه. لكن نقول مما يوطن الإنسان عليه نفسه أنه يرتقب يوما يدخل فيه الجنة ويقول كما قال الصالحون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن